مشكلة ثانية تدميان على الشارع، الحل عمل حاصل صحي. مشكلتنا زحف الرمال وتجمعات الأمطار المرورية، ابقاء الطرق نظيفة. وهذا مشروعنا، مشروعنا هو عبارة عن حساسات خاصة للتحكم في تشغيل الشفاطات وتزويد الطريق بمرشحات وأجهزة الشفط التي تنبقي هواء المدينة الملوثة والرمال المتراكمة وتجمعات الأمطار. تائجنا طار إلى مياه صالحة للشرب. التعاون مع الجهات مثل البلديات شكرا لك. ومياه الأمطار، المشكلة هي تجمع مياه الأمطار وزحف رمال الصحراء على الشارع، مما يؤدي لتعطيل حركة السير على بعض شوارع دولة الإمارات. مثال على ذلك شارع مليحة والمدام. الرمل اللي يدخل في نصف الشارع، في بعض الحلول اللي نحن نقدمها في بلدية أبوظبي اللي هي نزرع أشجار نيتيف اللي هي أشجار محلية تعيش مع هاي البيئة الصحراوية، يكون في لها شبكة تصريف مياه أمطار وبنية تحتية تخدم الشوارع هذه قبل لا نخرج.